اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على اهميه تعزيز التعاون والتبادل بين مصر البرلماني والصين بشكل منتظم باعتبارها احد اهم ركائز العلاقات الاستراتيجيه بين الجانبين وخلال اجتماعه مع رئيس اللجنه الدائمه للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خلال عشاء عمل اكد رئيس الوزراء ان مصر تنظر الى الصين بوصفها مثالا يحتذى به في مجال البناء والنهضه العمرانيه، وان بكين تعد شريكا استراتيجيا لمصر في مواجهه الازمات الدوليه الراهنه، وشدد مدبولي على دعم الحكومه المصريه للشركات الصينيه العامله في مصر حيث يحرص على زياره مشروعاتها بمصر ومتابعه سير العمل بها وتذليل العقبات امامها في رساله واضحه لدعم مصر لتلك المشروعات.